ورمضان ليس مجرد صيام عن الأكل والشرب والشهوات، ليس من الطقوس في ظاهرها عبادة وفي باطنها حسابات سياسية. أرقام هذه الحسابات من وضع الأبليس، فلتلجم هذه الأبليس لا في شهر رمضان فقط، ولكن في سائر الأيام وفي مختلف الشهور. وحفظنا الله في هذا الشهر من هذا الوباء، من الوباء الذي حل بالعالم كله، ومن الأوبئة السياسية